قصتك مع الحظ قصة وقت. كواكبك عم تتحرك وحظوظك عم تتغير. قيمت وقتك ليصير يلي بدك. أنا رح خبرك كل سبت 8 المساء على هواني نار اف ام، معي أنا غالية. Lucky or not. رجعنا لكم مستمعينا، يا مرحبا فيكم ويا مرحبا بكل أصدقائنا يلي عم ينضموا لنا حاليا عبر صفحتنا على الفيسبوك، صفحة نينار اف ام، عبر البث المباشر. تحية خاصة لعبد العزيز عقاد يلي مرافقنا على اللايف. طبعا موضوع حلقتنا لليوم عن صفات أمهات الأبراج. بسرعة كتير ما بدنا نكون كتير مطولين باللايف، ولكن نبدأ رأسا مع أول الأمهات، الأم الحمل، الأم النارية الجريئة الشجاعة يلي بتلاقي دائما بأولادها أو بتحاول تخلق من أولادها الأشياء يلي هي ما قدرت تحققها. دائما الأم الحمل يمكن بتحملهم لأولادها عبء أحلامها. صراحة مولودات الحمل، أمهات الحمل، كل عام وانتم بخير، ولكن فكروا كتير منيح بهالجملة اللي عم بقولها. رح تلاقوا صحيحة. كتير أم صريحة الأم الحمل وعندها حضور قوي، غضوبة ببعض الأحيان، عصبية طبعا، ومحاربة بتدافع عن حقوق أولادها حتى الرمق الأخير. الأم من مواليد برج الثور، يسعد لي مساكي وكل عام وأنت بألف خير. هي الأم المنضبطة جدا، النظامية، الهادئة، الواقعية، المرتبة. دائما هي الأم بتزرع بولادها عاداتها، دائما العادات اللي هي بتعتبرها صحيحة بتحاول أنه تزرعها بولادها، دائما بتهيئ لهم بيت دافئ ومريح. على فكرة الأم الثور ما بتتنازل عن أفكارها، يمكن شوي تلاقي صعوبة مع أولادها وقت بيكبروا لأنه عندها مقاومة للتغيير، والولاد بيكونوا من أنماط مختلفة أو من صفات مختلفة، أو يمكن عنده الرغبة ببعض الجنون أو ببعض المغامرة، وهذا الشيء اللي الأم الثور ما كتير بتتقبله. كل عام وانتي بخير. الأم الجوزاء ويسعد لي مساكي، هي الأم الذكية جدا، المثقفة، أيا كان مستواها التعليمي، هي أم متطورة وعصرية ومثقفة، ما منلاقيها مثل باقي الأمهات، منلاقيها مختلفة، دائما عندها نظرة مستقبلية، دائما بتحبز الجديد وبتتقبل التغيير. كتير ممكن الأم الجوزاء تهتم بنشاطات أولادها، بهوايات، بمتعتهم، بألعابهم. مانا أم ممل إطلاقا، وبتحكي معهم كتير وبتثرثر معهم كتير وبتلاقي لهم 100 قصة و100 موضوع. متساهلة إجمالا الأم الجوزاء مع أولادها، ما كتير حازمة، مانا من الأمهات الحازمات كتير، ودائما مواقفها وردات فعلها غير متوقعة. يعني ما فيك تتوقع الأم الجوزاء كيف ممكن تتصرف بهذا الموقف، يعني بتلون شوي المزاجية، ويمكن أولادها يحتهروا بأمرها شوي. كل عام وأنتي بخير. الأم السرطان ويسعد لي مساكي، هي الأم الأم، يعني مفهوم الأمومة موجود بالأم السرطان. الحقيقة هي أم مضحية، بتلتف على أولادها، تحتوي أولادها بطريقة غريبة، وما بتسمح لحدا يتدخل فيهم أبدا، يعني مرفوض حدا يتدخل فيهم أو يعطي رأي أو حتى يوجه لهم أي ملاحظة. هي أم حنونة وقاسية بالوقت نفسه، قديرة، أم قديرة، بتقدر تدير بيتها بطريقة كتير صحيحة وبطريقة اقتصادية، وهذا الأهم. على فكرة الأم السرطان بتغار على أولادها كتير، يعني حتى ممكن أنه إذا حست أنه حدا بيحبهم أو هن حبوا حدا أكتر، بتشعر بالغيرة بينها وبين حالها، بتحس أولادها ملكة الشخصي. الحقيقة بتعمل لهم حماية
لأولادها الأم السرطان أحياناً بيكون هاي الحماية مبالغ فيها. وصلنا عند أم مختلفة تماماً عن كل ما سبق وعن كل ما حكينا. كل عام وأنتي بألف خير. الأم الأسد، الأم القوية المسيطرة يلي بتستأثر بولادها لأقصى حد، يلي بتقدر تنظم لهم حياتهم. هي الأم القادرة على تعبئة فراغ ولادها، ما بتترك لهم لحظة فراغ، دائما بتحاول انه دائما يعملوا شيء، يعملوا نشاطات، سواء نشاطات رياضيه سواء نشاطات ذهنيه او فكريه. يمكن الام الاسد احيانا ترهق اولادها، بعض الاولاد اللي ما كتير بيتقبلوا هذا الشيء ممكن ترهقهم من كتر ما بتلاقي بتحاول انه تزرع فيهم الاشياء يلي لازم يكونوها بالمستقبل. هي الحقيقه ام متفائله، فخورة دائما بأولادها، فخورة بتربيتها، ما بتحب حدا يعلق على أولادها أبدا أبدا، لأنه بتحس هذا مس بكرامتها إذا حدا علق أي تعليق عليهم، وتتطلب منهم الطاعة. الأم العذراء، كل عام وأنتي بألف خير ويسعد لنا مساكي. الأم العذراء، الأم الدقيقة النظامية يلي بتشتغل 24 ساعة وما بتتعب، يلي بتلاحق أولادها على شو بيقولوا على أدق التفاصيل، متطلبة شوي الأم العذراء من أولادها، وبتعلمهم عادات ممكن تكون عادات مفيدة جدا، يعني قد تكون عادات صحية تنظيمية، بتلاحق كل تفاصيل، ما بتهمل ولا شيء نهائيا. هي الحقيقة أم قلقة، قلقة قد ما بتتعب قد ما بتشتغل، يعني وأحيانا مزاجها من كتر ما بتشتغل يعني مزاجها بيأثر شوي على أولادها من شدة التعب يلي بتعاني منه، وما بتشكي على فكرة. هلأ أنا بقول إنه الأم العذراء ما بتبالغ كتير بتدليل أولادها، بتحاول دائما يعني تترك مسافة بين العواطف وبين التربية، هي بتفضل التربية على العاطفة. يسعد لي مساكي الأم الميزان، وكل عام وأنتي بألف خير. الأم الميزان بقى يعني تدلل أولادها صراحة، بتدللهم، بتهدد بس ما بتعمل شيء دائما، يعني ممكن كتير بلحظة غضب تهددهم، بس هي بالنتيجة ما بتعمل شيء من اللي هددتهم إياه أبدا، بتدللهم. هي أم كتير أنيقة، كتير راقية، لهيك بتهتم بشكل أولادها، بلبسهم، بهندامهم، بسلوكهم الاجتماعي. كتير بيعنيها الأم الميزان إنه أولادها يكونوا لائقين بالمجتمع، بالعائلة، بين رفقاتهم، بين ناسهم، بتحاول دائما يكونوا مرتبين. وهي على فكرة أم تحاور أولادها بطريقة كتير صح، يعني دائما عندها الحوار مفتوح، ما أنا أم متسلطة أبدا. الأم العقرب، كل عام وأنتي بألف خير ويسعد لنا مساكي. الأم العقرب تشبه الأم الأسد شوي صراحة، بالسيطرة والنفوذ، أم مسيطرة ولكن مدركة بعمق لأولادها ولطبيعتهم، تعرف كل ولد بشو عم يفكر، تعرف كل ولد شو احتياجاته المعنوية أو العاطفية. وعلى فكرة الأم العقرب رغم سيطرتها ورغم تحكمها إلا أنه بتترك لدى أولادها ذكريات لا تنسى، أياً كان وضع العائلة دائماً بتترك لهم ذكريات بيتذكروها مدى الحياة. منظمة، هي أم منظمة، لا بتقبل الفوضى ولا بتقبل الكذب،
هدول الاثنين مرفوضين وموجودين بقاموسها. وأيضا الأم العقرب بتغار أولادها كتير وتحس هدول ملكها الشخصي، مثل الأم السرطان تماما. الأم السرطان بتغار أولادها والأم العقرب بتغار على أولادها أيضا. وممكن تلاقي شوي صعوبة بمرحلة المراهقة، هي الفترة يلي ما بتعترف الأم العقرب فيها باختلاف الأجيال، ما بتقدر تتقبلها. وصلنا للأم القوس، كل عام وانتي بألف خير. الأم القوس القريبة جدا، أم قريبة مشاركة متعاونة مع أولادها، بتثقفهم كتير، بتعطيهم مفاهيم وفلسفتها الخاصة بالحياة. الأم القوس مختلفة على فكرة، هي أم عصبية إلى حد ما ولكن ضاحكة، يعني بتاخد الأمور. بتعرفوا هاي الأم الفرفوشة، مو هيك بيقولوا ختام الأم الفرقة؟ هي هيك ضاحكة بشكل دائم، مباشرة مع أولادها، ما بتلجأ للتلميح، بتحكي معهم بطريقة مباشرة كتير، وبتترك لهم مساحتهم، بتترك لهم مساحة من الاستقلالية ومن الحرية. هي أم قريبة، بتعلمهم أفكار كتيرة وبتعلمهم ثقافات كتيرة وبتحكي معهم وكل شيء، بس ما أنا من الأمهات يلي بيكونوا كتير حريصين على أدق التفاصيل. مثل ما قلت لكم، الأم القوس تترك لأولادها مساحة من الاستقلالية ليتحركوا فيها براحتهم. جينا بقى على الأم الجدي. يسعد لي مساكي وكل عام وانتي بخير. يعني الأم الجدي، الأم النظامية جدا، الأم الصلبة يلي ما بتقبل إلا بالتصرف اللبق والمهذب لا أولادها. بتعلمون الأصول دائما، بتعلمون الاحترام. بالنسبة للاحترام هو العنوان الأول بعلاقتها معهم، سواء بعلاقتها معهم أو بعلاقتهم مع الحياة. ما بتتهاون بالمبادئ الأم الجدي أبدا مع أولادها، وبتأسسهم بطريقة كتير صحيحة. تهتم فيهم، تهتم بهندامهم، تهتم بتعليمهم، تتدخل بتفاصيلهم شوي يعني لفترة ما طبعا من الزمن. وبتحب دائما أولادها يكونوا، هلأ هي أم عنيدة، يعني وقت بتكون هي مقتنعة برأي ما أو بموقف ما، كتير صعب أنه أولادها يقدروا يغيروا لها إلا إذا أقنعوها، إلا إذا أقنعوها. هلأ يمكن هي بتشبه الأم العذراء شوي، أنه هي ما بتخليهم يشوفوا كتير عواطفة لحتى ما تضعف أمامهم. الأم الدلو، كل عام وأنتي بألف خير. هي الأم المستقلة، يعني الأم يلي إلها طبيعة متفردة شوي، إلها حياتها، إلها عالمها، إلها أحلامها، بتعمل واجباتها كاملا، معطاءة جدا لأولادها وصديقة لإلهم، ولكن تترك لهم الحرية. الأم الدلو أبدا ما بتضغط على أولادها ولا بشي ولا بعمر من الأعمار، يعني لا هنن صغار ولا هنن كبار. ما عندها تبع انه يا بيعملوا هيك يا نعمل هيك ولا تسوي، ما عندها هاي القصة الأم الدلو نهائيا. بالعكس، هي قادرة انها تساندن تساعدن بدون ما تتدخل بشكل مباشر بشؤونن. يمكن الأم الدلو شوي بينقص بعلاقتها مع أولادها التعبير العاطفي أو الشكل الكلاسيكي للأم، تبع هاي الأم يلي عم تستنى أولادها ليجوا مثلا، أو يلي طول مقاعدة بتبوسون وبتدللوا. الأم الدلو ما بتعرف هيك تتصرف، الأم الدلو صديقة لأولادها أكتر ما تكون أم. وأخيرا إلى الأم الحوت، كل عام وأنتي بألف خير. هي بقى الأم تبع العواطف المتدفقة
تبع الأم العاطفية كتير، المزاجية كتير، أبداً ما أنا صارمة، أبداً ما لحازمة. وأحياناً الأم الحوت تفسد أولادها بالدلال، يعني هاي الأم يلي إذا الأب قاسي شوي فممكن تمرق لهم كتير شغلات من وراء لحتى يكونوا مبسوطين. هي هيك بتعمل الأم الحوت، تهتم فيهم كتير لدرجة. بس الفكرة أنه الأم الحوت شوي ولادها ممكن يعانوا من مزاجيتها، لأنه هي أم حساسة كتير وعاطفية كتير، فبيتقلب مزاجها شوي فبتحيرهم شوي. ما تبقى، هي أم معطاءة جدا وكريمة جدا. كل عام وانتو بألف خير أمهات الأبراج، وإن شاء الله يا رب دائما نحتفل بعيد الكل. يسعد لي أوقاتكم، ورح ننهي هلأ البث المباشر. أكيد بدنا نشكر عبد العزيز عقادي اللي كان معنا على اللايف، ومنلتقي بلايف مقبل إن شاء الله. كنت معكم أنا غالية، إلى اللقاء.